بسم الله وكفى سلام على عباد الذين اصطفى ربنا اهدنا وراجع بنا ولنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ولنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تحرمنا من حبك، اللهم لا تبعدنا عن حضرتك، امين يا رب العالمين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبركاته. الان ساقرا عليكم نصا مستخرج من ميزان العمل الغزالي رحمه الله. لماذا؟ لكي يتبين الناس الذين يطعنون في هذا الرجل انه ليس كما تصف عقولهم الرديء ونواياهم الصقر. اقرا هذا النص بحولك. اما النفس الانسانيه من حيث هي انسانيه فتنقسم قواها الى عالمه، اي يعني مرتبطه بالمظاهر العقليه، وعامله، اي التي هي متصله بنزوعات الانسان بعواطفه وميولاته. وقد تسمى كل واحد منهما عقلا. هنا يوري لي أن قلطرة بين القوتين، ولكن على سبيل الاسم المشترك، إذ العاملة سميت عقلا لكونها خادمة للعالمة مؤتمرة لها فيما ترسم. يعني تولي الإنسان عند سن الرشد تولي هذه القوة دي فاعلة. فأما العاملة فهي قوة ومعنى للنفس، هي مبدأ حركة بدن الإنسان إلى الأفعال المعينة الجزئية المختصة بالفكر والروية على ما تقتضي القوة العالمة النظرية التي سنذكرها. وينبغي أن تكون سائر قوى البدن ممنوعة مغلوبة دون هذه القوى العملية، بحيث لا تنفعل هذه القوى عنها. وتلك القوى كلها تسكن وتتحرك بحسب تأديب هذه القوى وإشارتها. فإن صارت مقهورة حدثت فيها هيئات انقيادية للشهوات، تسمى تلك الهيئات أخلاقا رديئة. وإن كانت متصلة حصلت لها هيئة استيلائية تسمى فضيلة خلقا وحسنا. ولا يبعد أن يجعل الخلق اسما لما يحصل في سائر الشهوات والقوى من الانقياد والتأدب. وبالجملة لا يبعد أن يكون الخلق واحدا، ولا يبعد أن يجعل الخلق اسما لما يحصل في سائر الشهوات والقوى من الانقياد والتأدب. وبالجملة لا يبعد أن يكون الخلق واحدا وله نسبتان للهيئة الاستلام من هذه القوة، ويلزمها هيئة الانقياد من سائر القوى، وهو المراد بالخلق المحمود. وبالجملة من عام، فالنفس أعز من أن تدرك بالحواس مما هي ذاتي منزلة بين المحسوس والغير محسوس، بل تدرك بالعقل أو يستدل عليها بآثارها وأفعالها، ولها نسبة إلى الجنبة التي تحتها ونسبة إلى الجنبة التي فوقها، ولا بحسب كل جنبة قوة بها تنتظم العلاقة بينها وبين تلك الجنبة. هذه القوة العملية هي القوة التي لها بالقياس إلى الجنبة التي دونها، وهي البدن بتدبيره وسياسته. وأما القوة العالمة النظرية التي سنذكرها فهي لها بالقياس إلى الجنبة التي فوقها لتنفعل وتستفيد منها، أعني بالجنبة الملائكة الموكلة بالنفوس الإنسانية كذلك الجنية لإفاضة العلوم عليها. فإن العلوم إنما تحصل فيها من الله تعالى بواسطة. هنا يعني أرجع إلى فكرة الخير. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحده أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. صدق الله. فكأن للنفس منا وجهين، وجه إلى البدن
ويجب أن يكون هذا الوجه مستويا غير قابل للبتة ولا منفعل عن عوامل البدن وسواد، ووجه إلى الجنب والشريفة العالية، ويجب أن يكون هذا الوجه دائما قبول عما هناك مستمدا التأثير، فإنها نهضة أسباب سعادتي. وهذه القوة النظرية العالمة هي التي من شأنها أن تتلقى المعاني الكلية المجردة عن العوارض التي تجعلها محسوسة جزئية. نسأل الله السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.